غريبة دي. بقى اللورد يروح لحد عنده في اللوكاندا التعبانة دي ويستناه وياخده كمان معاه في عربيته. طب ليه؟ انا كنت عايز اكلمك لكن للأسف انت كنت قافل محاميلك وشيلها من على الشاحن والمرض شد عليك. هتجنن. ايه السر الغويط اللي بينهم هما الاثنين وانا مش قادر اعرفه ده؟ ما عشان كده يا عطا بقى انا عايزك تخرج من حالة الاكتئاب والمرض ده عشان تعرف السر. وايه حكاية السفرية اللي انت بتقول عليها دي؟ ما انا من ساعة ما شفت اللورد واقف معاه والعملية مبشبشة معاه على الاخر والفلوس جريت في ايده اقطع دراع يا عطا اذا ما كانتش السفرية دي جايبها له اللورد. خد شد. انا مبرشم دماغي على الشعراية ومكلفها على الاخر ونطت في دماغي دلوقتي حتة فكرة مش هخبيها عليك. حقني بيها وقولها بسرعة والفكرة مش عشعة كده. الشغل اليومين دول نايم والدماغ عمالة تقول مش لاقية اللي يسكتها وانا عمالة اديها لحد ما تجيب اخرها وفرصة. الشملول مسافر يعني صحصح الامل وياها من جديد. ايوه بس لازم يكون عندك دخلة جديدة وحلوة. عندي بس مش عارف اقبلها ازاي يا روزين. عيب يا عطا ما تقولش الكلام ده انت حبيب قلبي وغالي عندي قوي. انا نفسي من زمان الم شملكم بقى على بعض بقى واستريح. سيبني بقى ادبر لك ميعاد بالصدفه كده وتخش عليها وتقول كل اللي نفسك فيه. حاول معايا يا ابني قول لي اي حاجه انت فاكرها عن نفسك او اي معلومه تعرفها يمكن تفيد. حاول يا دكتور مش قادر. اسمعني زين انا عايزك تحاول طول الوقت واي حاجه تيجي على بالك امسك فيها مهما كانت يمكن هي اللي توصلنا لاصلك وفصلك. حاول يا دكتور حاول. ربنا معاك. ها خير يا دكتور؟ عايزين نستعجل الدكتور الاخصائي الحاله سيئه وعايزين نخلي مسؤوليتنا. ما انا قلت لسعادتك لما هتشوفه بنفسك هتقدر تقدر صعوبه الحاله. طيب انا رايح اكمل مرور على العيانين وانت تابعه وخليك مراعي. ها الواد ده لازم يعرف حدوده ويعرف ان اللعب معانا اخره خساره. انا ما فاهمش قصده عايز يوصل لايه من اللي بيعمله ده. قصده واضح يا حضره الضابط. احنا لازم ما نستناش عليه اكتر من كده. البيه حاطط بدير في راسه وده هيعمل مشاكل كتير. وجنابك شايف ايه يا كبير؟ ايوه لازم تحركاته وكل اللي شاغل باله يكون عندك علم بيه. ده زميلي راجل محتاج وقفتك معاه. مفهوم مفهوم هيحصل ان شاء الله. صلاح امرك يا كبير. الحمد لله مرضي عدت على خير. بعد كده محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. سيادة الدهال شهر العلوي. سيادة الدهال جعفر العلوي. سيادة الدهال جعفر العلوي. صباح الخير. كنت نايم؟ نعم. انا جبت لك معايا شبشب عشان لو عاوز تتحرك. جبت لك كمان مكنة حلاوة عشان لو دقنك مضايقاك وعاوز تحلق شكلك مش متعود تسيبها. ها كيف احوالك النهارده؟ احسن بكتير. مفيش صداع الحمد لله. الحمد لله. قوليلي تعرفي تعرفي حد اسمه العرباوي نايب العرباوي؟ طبعا ومين ما يعرفوش ده راجل كبير قوي كبير الناحية كلها الناس كلها عايشة من خيره. انت بتشتغل معاه في السياحة ولا في المركب الكبير بتاعه اللي في لوكسر؟ مش عارف مش فاكر. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ لا مصدقاك حاسة بيك قوي. هروح اجيب لك الفطار.
اديني يومين بيجي يسال على المصابين بتوع حادثه الميكروباص. وايه اللي مخليه مهتم قوي بالحكايه دي؟ بيقول ان عنده اوامر انه يجي يتابع حالتهم، بيجي يطمن عليهم ويتكلم معاهم. يتكلم معاهم؟ بيدور على معلومات عن العربيه النقل اللي عملت الحادثه، اصلهم مش عارفين اللي جواها لغايه دلوقتي. انما قول لي انت مالك مهتم بالموضوع ده كده ليه يا واد عمي؟ في بينه وبينه حواديت كتير يا ابو الرشد، هبقول لك عليها بعدين. بالمختصر المفيد، هو جاي وحاططنا في دماغه وعايز يعادل عربويه. يعادل عربويه؟ كيف؟ ما انا قلت لك هقول لك بعدين، بس ما تجيب السيره الله يرضى عليك. الراجل ده بحره غويط وانا هلعب معاه بنفس طريقته. عيب يا صلاح بيه، ده احنا نسايب والمصلحه واحده. طيب انا عاوز امر على المصابين واتكلم معاهم. اتفضل. وقد بدات مظاهر الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب من الان، ويبدو ان كثير من المحافظات ستشهد معارك انتخابيه شرسه ستستمر حتى يوم الانتخابات. يوم الانتخابات هيكون اخر يوم حياة سيادة النائب القضاوي. يوم الانتخابات هيكون اخر يوم حياة سيادة النائب القضاوي. على فين يا استاذ؟ مالكيش صالح بيه؟ ماليش صالح كيف؟ انت ممنوع من الحركة. يا ست همنيني، عايز اروح المركز عشان اقابل الضابط. دكتور رشدي، دكتور رشدي. في ايه؟ مش قلت لك بلاش حركة؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ يا دكتور، يا دكتور لازم اطلع عشان اقابل الضابط في المركز. ضابط مين وتقابله ليه؟ ابوس يدك، هم اني عايز اطلع يا دكتور. ارجع سريرك. مش هرجع يا دكتور. بقول لك ارجع سريرك. انا بقول مش هرجع. ايه يا دكتور في ايه؟ مفيش، عايز يطلع وهو اساسا ممنوع من الحركه. خلاص سيبولي. ايه يا اخينا؟ في ايه؟ ما تهدى كده وقول لي ايه اللي تعبك. انا مش تعبان دلوقتي. أنا عايز أروح المركز أكلم الضابط. ضابط؟ ضابط زي مين؟ ضابط زي عصام مثلا؟ يا سيدي أي ضابط، حتى أكلمه في التلفون. أنا ضابط يا سيدي، تعال أقعد استريح. ها قول اللي عايز تقول. أنا عارف إن سيادة النائب العرباوي هيتقتل يوم الانتخابات. بتقول ايه؟ النايب الراجل الكبير اللي خيره على الناحية كلها، كبير البلد، هيتقتل. جبت منين الكلام ده؟ وعرفته كيف؟ معرفش، بس كل اللي أنا متأكد منه إن في لعبة كبيرة بيدبروها عشان يخلصوا منه. مين؟ كيف؟ ليه يا حضرة الضابط؟ حاجة تحير. افرض الكلام اللي قاله ده طلع مظبوط ولو بنسبة بسيطة جدا. شوف يا صلاح بيه، على الرغم ان انا مش متخصص في المرض ده، لكن عندي معلومات كبيرة عنه. الناس اللي بيفقدوا الذاكرة بشكل مؤقت او دايم بيبقوا عايزين بأي شكل يعوضوا اللي حصل لهم ده. يعوضوا كيف؟ وضح كلامك يا ولد عم، اعمل معروف. اوضح لك، لما الإنسان بيفقد الذاكرة العقل بيفضل قوم، يعني يبقى عايز يملاه بأي شكل عشان يرتاح. يملاه إيه ويفرغ إيه؟ أنا مش فاهم حاجة من الكلام اللي بتقوله ده. يعني إذا كان مفكرش هو مين ولا كان بيشتغل إيه، يقوم بمنتهى البساطة مخترع أي حاجة، يعني إنه موظف كبير مثلا أو على علاقة بشخصية مهمة زي سيادة النايب. أيوه بس ده بيقول إنه عارف إنه هيتقتل وإن في لعبة أو مغامرة بتتعمله. سبحان الله، العقل ده مكنة غريبة جدا من صنع الخالق سبحانه وتعالى، والإنسان لغاية دلوقت ما قدرش يتوصل ولا يفسر بتشتغل كيف بالتحديد. يعني الحديث اللي قاله ده ممكن يكون شافه في فيلم قبل الحادثة، أو قرأ عنه في كتاب، ده لو كان بيعرف يقرأ، هو حلم بيه قوم الأمور اختلطت جواه. كل ده وارد، ومحدش يقدر يعرف ايه اللي بيدور في مخ واحد فاقد الذاكرة بالتحديد، لانها حكاية معقدة جدا. فاقد الذاكرة كيف يعني؟ ده كلام الدكتور رشدي، هو بيقول ما ناخدش الكلام ده بمحمل الجد، ممكن يكون بيخرف من تأثير المرض. وهما متأكدين زين انه فاقد الذاكرة؟ قصدك ايه يا كريم؟ لا ما دخلناش جوا دماغه ودورنا على الذاكرة دي وما لقيناهاش.
عندك حاجة يا كبير؟ في حد سأل عليه من أهله؟ ما حد سأل عليه، حتى في المستشفى ما يعرفوش أصله من فصله. وانت ما بتشكش في حاجة؟ بصراحة الخلجة دي ما مرتش عليا قبل كده، لكن لهجته بتقول انه من البلد او البلاد اللي حوالينا. انت ضابط كبير يا صلاح، تقدر تعرف لنا باسلوبك اللي احنا عايزينه. بصراحة ما قدرتش احدد، مقابلتي معاه في الأوضة كان كلها شوشرة. يلا دلوقتي انت تيجي تحضر معانا الخطوبة، ها؟ تدخل تسلم على منتصر بركات وعيلته، بقى نسلم على العريس والعروسة، تستأذن وتهملنا وتروح لحالك، ها؟ يلا. يوم الانتخابات هيكون آخر يوم في حياة سيادة الداعية جعفر العرباوي. يوم الانتخابات هيكون آخر يوم في حياة سيادة الداعية العرباوي. يوم الانتخابات هيكون آخر يوم في حياة سيادة الداعية العرباوي. عامل ايه دلوقتي؟ أنا قلت أجيلك بعد نص الليل عشان أعرف أتكلم معاك على رواق. قول لي كده بهداوة وكل صراحة، من دول اللي عايزين يقتلوا سيادة النايب؟ مش عارف ومش فاكر. الصورة اللي بفتكرها مغيمة مش واضحة. ماشي، تعال اقعد وارتاح. تعال، عايزك تخليك معايا واحدة واحدة. وبعون الله هنفتكره مع بعض. انت عارف ان انا ضابط بوليس، ودور ان انا بحافظ على ارواح الناس وامنهم، وخصوصا لما يكونوا الناس دول مهمين قوي قوي زي سيادة النايب. انا قلت لك الكلام اللي قلته عشان تلحق الجريمة، واحنا ما نقدرش نتحرك من غير معلومات كافية، وانت اللي هتقول لي على المعلومات دي. كل اللي عارفه هو يوم الانتخابات. وبعدين بقى يوم الانتخابات لسه بدري عليه قوي. يكون زي ما يكون، بس اللي عارفه ان يوم الانتخابات المصيبة دي هتحصل. هتحصل كيف؟ معرفش. مين اللي بيدبرها؟ معرفش. وانت عرفت الحكاية دي كيف؟ معرفش. شغل راسك زين وحاول تفتكر. مش قادر. ماشي، ارتاح انت دلوقتي وانعس على قد ما تقدر. راحة ممكن تكون مفيدة ليك قوي، وهنتقابله تاني. الكلام اللي قلته النهارده ده ممكن يدخلك في مشاكل كبيره قوي. فكر زين قبل ما تنطق بحديد زي ده مره تانية. قصدي اللي قلته على سياده النايب العرباوي. قلته ما كانش في راسي غير كده، قلته عشان امنع المصيبه عنه. يمكن يوصلني لأصلي. اللي قلت ده ممكن يأذيك. كيف ما قدرتش توصل لحاجة؟ كرر نفس اللي قاله وأكد عليه. وانت شايفيه بعد المقابلة دي؟ والله حكاية خطيرة وما نقدرش نهملها. يوم الانتخابات لازم نفكر في اللي يقصده زين.
قل لي عصام زار النهارده وعرف حاجه عن الحديد ده؟ لا ما حصلش. الحكايه دي انا اللي لازم احقق فيها بنفسي. انت يا كبير تفتكر في حاجه اخطر من اني اعرف ان حياتي هتنتهي يوم الانتخابات؟ وانت تقلوي انا عمه يا بيه. طب واستنيتوا ليه كل الوقت ده عشان تسالوا على ولادكم؟ كان مسافر من الاقصر سفريه تبع شغله. اصله شغال في السياحه في شركه عمه الكبير. جالي حاجه بيوم واحد ولما تاخر قلبي كان عليه. اعذرها يا بيه، ما هي دي مرت عمه اللي مربياه، نازله عياط عليه وعامله مناحه يا بيه. اصله يتيم الاب والام ومتربي ببيتنا طول عمره. يعني انتوا ما سمعتوش عن حكايه الحادثه دي غير النهارده؟ وادان ولد عمي هو اللي نصحنا نسال عنه في المستشفى، وقال كمان انه سمع عن حادثه حصلت من كام يوم، وقال لنا كمان نعمل محضر في المركز يمكن الحكومه تكون عارفه عنه حاجه. عموما انا ما عنديش غير مصاب واحد وله ظروف خاصه. يا رب يطلع مصطفى يا دكتور، يا رب يا رب ما تورينيش في حاجه بطاله يا رب. أظن الدكتور ما تعرفش مصطفى طيب قد ايه. يعني ولدكم اسمه مصطفى؟ مصطفى ثابت العرباوي، والد اخويا الله يرحمه وعزيز علينا كلنا، هو اللي بجلنا من ريحته. ربنا يسهل ويطلع ولدكم فعلا، لحسن حالته متاخره وصعبان علينا قوي. اتفضلوا اتفضلوا. قلبنا عليك يا ولدي، بركة اللي ربنا نجاك يا مصطفى. مصطفى مين؟ انت يا ولدي ايه؟ ما فكرنيش ولا ايه؟ ما وعيش لعمك عبد الرازق؟ عم عبد الرازق مين؟ ايه اللي صابك يا ولدي؟ ما تعرفش مرة عمك اللي مربياك؟ حقك علي، حقك علي. انا مانيش. احنا اهلك وناسك. انا عمك ابو سيف. الحمد لله يا ولد اننا اعترنا فيك عشان ناخدك لحبايبك اللي هيدور عليك اديلهم كم يوم. يعني انا هطلع معاكم؟ ده بعد اذن الدكتور. ولدنا هيرجع بيته دلوق، ولو احتاج لاي علاج هنجيبهوله مهما كان، وهو قاعد ومعزز مكرم اللي تشوفوه. بس احنا هنعمل اجراءات هتاخد وقت شويه قبل طلوعه. وماله يا دكتور؟ تعال يا ولدي، تعال يا حبيبي، تعال اقعد هنا جاري واحكي لي ايه اللي حصل لك. احكي لي كيف ما كنت بتحكي لي زمان. سكت عليك النبي، قوليلي أنا مين؟ أنا مين؟ معقول يا ولدي حتى نسي اسمك؟ أنت مصطفى، مصطفى ثابت العرباوي. هو أنا عيلة العرباوي؟ حاسس إني في كابوس مش قادر أصحى منه. حاجة رهيبة بتشدني من غير ما أدري وبترميني من فوق جبل عالي. ده كلام يقوله عريس جديد؟ ده أنت كنت زي البدر امبارح وأنت بتلبس عروستك شبكتي. ما كنتش حاسس بحاجة يا بطير، كنت زي الأرجوز اللي بيحركوه في الموالد وبينطقوه على لسانه كلام ما بيقولوش. تصدق إن أنا لحد دلوق معرفش مريم دي شكلها إيه؟ أحلى بيت في الصعيد كله، ولا اللي بنشوفهم في التلفزيون. انت محظوظ يا ابو عمو،
طول عمرك الحريم الشداد بس هم اللي بيقع في جرعتك. هتقول لي ايه يا بدير؟ قصدي يعني انك لازم تعرفها وتقبلها، ده نصيبك ولازم ترضى بيها شفيق. انت مش قادر تحس بالعذاب اللي انا فيه واللي ما بيفرجنيش لحظة واحدة. والله حاسس بيك، انا بس عايزك ما تعانيش ابوك، اصبر. وانا عملت كل اللي قلت لي عليه، ما عصيتلوش امر واحد، وانت لحد دلوقتي مش قادر تعرف لي عنها اي اخبار. اطمن يا شفيق، مرتك بخير وبتتعامل احسن معاملة. اطمن كيف يا بدير؟ قول اللي عرفته الله يرضى عليك. هو مش ناوي يأذيها، وانا تحددت معاه من بعيد لبعيد وعرفت انه راضي عنك يا عم، وهو هيحل المسألة دي من غير ما يزعلك. دي كانت جرسة ود بس يا شفيق. جرسة ود بتدس عليها بكل قوته لحد ما فرمها، وهي حول الله ما تستحملش. انا بس عايز اعرف كيف عايشة وفين. قلنا ايه؟ قلنا ايه يا شفيق؟ بلاش نتهور عشان نعرف نطلع البنايه من تحت درسه من غير ما يمسها سوء. ايه رايك انك كنت اجمل واحده في الخطوبه امبارح؟ ما تهمل الكتاب ده وتيجي نطلعه. نطلع نروح المكان اللي تحبيه، او حتى نتمشى في جنينه السرايا نشم هوا. اقول لك خشي تسبحي وعطري روحك، حكي ما انا عارفاكي تموتي في الريحه والكالونيات. شوف انا جبت لك ايه، شم دي وقولي لي ايه رايك. حكي ما انا عارفه ان ليكي زوج خاص في الريح. اقول لك يا فاطمه، ايه رايك نروح الاقصر ننجو الحاجات اللي تعجبنا. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا ابوي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الواحد لما بيشوف وش فاطمه الصبح يحس ان اموره كلها هتتسهل. ايوه لا ولسه لما تتعطر بالريحه هتنور السرايا كلها. خش يا فاطمه تسبحي وانا هستناك. يلا يا حبيبتي يلا. كيفك يا ابوي؟ مراو عليك يا هنية، انا بطمن عليها يا بنتي وانت معاها، انت اللي بتتعاملي معاها تمام كيف ما قال الدكتور. انا بس نفسي تتجاوب معايا، ادي لي ساعه بحددها ما نطقتش فيها بكلمه واحده. كلنا يا بنتي لازم نصبر عليها، دي اوامر الدكتور. الحمد لله هي احسن من الاول بكتير. خلي بالك منها، انا يمكن اتشغل عنها، الظروف يا بنتي اليومين دول مش تمام. ها حاضر يا ابوي. خلي بالك. يلا السلام عليكم. ازيك يا مصطفى؟ مصطفى ثابت، لازم اعرف يا زين. يا رب. مالك؟ قولي لي يا حسنى، هو اللبس ده بتاعي؟ اي هي اللي جيت بيها، هي متبهدلة عشان الحادثة، أنا نظفتها لك على قد ما قدرت وكويتها. حاسس إنها مش بتاعتي. ليه؟ ده على مقاسك بالظبط. الحاجة بقت غريبة علي، وقلبي مقبوض ما عرفش ليه. ها انك المفروض تكون فرحان، انت دلوقتي رجعت لنفسك، عرفت انت مين. حاسس اللي فيها حجر على صدري، بس انت عندك حق. انا ليه بقول كده؟ الناس اللي فرضوا لأهلي مش كده؟ أهلي لازم أكون فرحان دلوقتي، بس أكون على طبيعتي ومش عارف. أصبر شوية، كل حاجة ترجع زي الأول وأحسن. أنا زين، أنا زين. خلينا أشوفك تاني يا حسن في أي وقت، لو جيت على بالك لقيني. تعال أو اتصل على المستشفى.
بتيجي على بالي كتير. بتهيألك تعرباوي المسافة بيني وبينك كبيرة قوي. أنا هدعي لك ترجع زي الأول وأحسن، حتى لو ما هتفتكرش تاني الممرضة الغلبانة اللي قابلتها في المستشفى. عتقول ايه يا بيه؟ احنا ما انتهوش عن ولدنا. احنا فرحتنا ان ربنا نجاها ما تتوصفش. بلاش يا ولد تتعكنن علينا فرحتنا. يا ست انا ما قلتش كده. انا كل اللي انا عاوزه اي اوراق تثبت ان هو ابنكم عشان نقفل الاوراق الرسميه. نثبت كيف يا بيه؟ يعني نجيبوا لك 200 شاهد من البلد يملوا لك المستشفى دلوقتي، يقولوا لك ان ده مصطفى؟ يا حاج مفيش داعي. انا كل اللي عاوزه صوره او اي حاجه تثبت ان هو ابنكم. عيب يا بيه لما تقول لنا كده. احنا ناس معروفين زين في البلد وفي الاقصر كمان. العيل الصغير يعرف احنا مين. وبعدين اوراقه كلها ضاعت في الحادثه زي ما قلتوا. وبعدين احنا عملنا محضر بغياب. ادي رقم المحضر يا بيه، اتفضل. احنا ناخدوا ولادنا ونمشوا وانت دور على اوراقه براحتك. ايه بس المحضر ده تاريخ النهارده. ما احنا بدينا ندور عليه من امبارح بس يا بيه. مبروك يا مصطفى، هديك يا سيدي عرفت انت مين. هتمشي معاهم؟ قعدتي هنا ملهاش لازمه. انا بقيت زين. خد بالك ده شاهد مهم جدا في الحادثه دي. الاثنين المصابين اللي نجوا ما قالوليش جمله مفيده، وانا بصراحه معتمد عليك تقول لي اي معلومه او اي حاجه عن العربيه اللي اختفت. معتمد عليا كيف يا بيه؟ يعني اذا رجعت لك الذاكره في اي وقت وعرفت اي حاجه عدى عليا في المكتب المديري، ولا نسيت اسمك؟ ازاي يا سعاده البيه؟ ده هم 3-4 اسامي منهم اسمك يا عصام بيه. يوه انت مش كلمتني في الحكايه دي كذا مره وقلت لك مش وقته؟ دماغي مش رايقه. ما هو الواد عمال يزن وانا مش عارف سعادتك ناويله على ايه. خليه مترجع عندك، هو بياكل ويشرب وبينام. ما نضمنوش هيعمل ايه لو طلعناه. متجايز يشوشر علينا ولا على طلعت؟ الراجل مسافر، مش عايزين مشاكل حواليه وهو غايب. ما ظنيش يا لورد، الدرس اللي خده قدبه على الاخر. ده عدى 3 اسابيع محبوس. ايه طلعه طلعه يا دحروج. بس قبل ما تطلعه مضيه على كم ورقه يكلبشوه. كم وصل امانه يودوه في داهيه لو اتصرف تصرف يضرنا ولا يضر الراجل. هيحصل يا لورد، بس يعني الواد كان بيترجانا اشوف له شغلانه مع عمال الشحن في المينا ويكون خدام تحت رجلين سعادتك بدل ما اعطل وخلي شغل. كلم زايد يشغله في المينا، اهو يبقى تحت عينينا. ويغور النهارده، بس قبل ما يغور يمضي وتجيب لي الورق. اللي تشوف سعادتك. بالاذن. انت لسه حابس الواد مجاهد ده عندك لحد دلوقتي ما طلعتوش؟ يعني حبس احتياطي تأمين لي وطلعت مش اكتر. الراجل دلوقتي في حمايتنا، سمعته وسمعة اهل بيته في رقبتنا. ايوه بس ما عرفش ليه قال قام من عدم اتصال لحد دلوقتي. نفسه اطمن. اعمل له الحال واصبر. انا حاسس انه هيتوفق على الاخر. جايز ما اتصلش بينا لحد الخطوة الأولانية ما تتم بنجاح ويبشرنا. خرج من راسك عشان نرتبه لبقية الحكاية زين. احنا هنفضلوا بعيد لحد الوقت اللي متفقين عليه، بعد أسبوع أو 10 أيام بكثيره. انتوا فين دلوقتي؟ مراقب عليك. ما عايزينش منكم أكتر من كده. ما تتأخروش. مع السلامة. رأيك يا بدير؟ يا ابويا انا ما قدرتش اصدق الحكايه دي. لا موضوع ما يدخلش المخ ابدا. هي حصلت يا بدير،
والحمد لله ان صلاح كان في المستشفى عشان ينبهنا للجدع ده. حتى لو ما كنتش موجود يا عمي، الدكتور رشدي والد عمي ما كانش هيعدي الحكايه دي، كان هيبلغني على طول بالكلام اللي بيقوله الجدع ده. ورايك يا شفيق؟ شفيق بصراحه انا مش قادر افهم حاجه من اللي بتقولوه. ما قادرينش تفهموا كيف في خطر بيقرب منينا، والخطر ده قصدنا انا. بس صلاح بيقول انه ممكن يكون بيخرف بسبب حكايه دماغه المخربطه دي. ما تعودنا نشك في اقرب الناس لينا، مش حالي اذا كان الحديث علي انا، ولا انت ما يهمكش سلامه ابوك؟ ده كلام تقوله برضو يا ابوي. يبقى اسمعوني زين، كل واحد فيكم هيتعامل مع الموضوع بطريقه غير التاني عشان نجيب قراره في اسرع وقت، مفهوم؟ ازيك يا غالي يا ولد الغالي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل اللي امر به الكبير يتنفذ بالحق. هو ده؟ واد عمك. اتفضل جوه، الغدا جاهز. انزل يا مصطفى سلم على واد عمك. واد عمي. مالك؟ ما تعرفنيش؟ طب ما تحاول تشغل دماغك شوية وتفتكر أنا مين واسمي إيه؟ أنا مش قادر أفتكر حاجة، بس أنا حاسس إحنا كنا أصحاب. إيه أمال إيه؟ يا صاحب قوي. ازيك يا عم؟ كانك تعرف السرايا زي جاهز. جاهز اكون شفتها قبل كده. جاهز لعنا. شكلك تعبان. تعال هوديك على المكان اللي هترتاح فيه. ترتاح ونتكلم عن ضحيتنا. الحمد لله على سلامتك. اتفضل. ايه رايك نروح نزور ابتسام الهواري؟ اتوحشت كتير. قابلتها قريب في لوكسور وقالت لي انها ممكن تجمع اصحابنا بتوع المدرسه الثانوي ونروح نقضي يوم عندهم في البيت. ابتسام؟ ايوه، ده انت كنت بتحبيها قوي، ما بتفرجيهاش ابدا. ولا اقول لك نجيبها تقضي يوم عندينا هنا. اللي تشوفيه. طيب اهم لك دقيقه واطلع اشوف الولاد، احسن زمانهم دلوقت مجننين امي. يعني انت مش قادر تفتكر اي حاجه عن سياده النايب؟ مش فاكر غير اللي قلته لك. في حاجه جوايا بتاكلني ده هيحصل، بس كيف؟ بأي طريقة؟ مش قادر أفتكر. يمكن لما عرفت إني من عيلته ارتحت، قلت لنفسي أكيد في حاجة بتربطني بيه، حاجة تخليني ما أفكرش غير فيه وفي الخطر اللي هيحصل. طب أنت يعني مش فاكر أي حاجة في أي موضوع تاني؟ زي الصفحة البيضاء مش مكتوب فيها حاجة. حاجة غريبة. من كام يوم بس كنت بفكر لو الواحد يقدر ينسى حياته اللي فاتت ويعيش حياة جديدة مع ناس اختارهم بنفسه أو حتى اتفرضوا عليه،
المهم انه يهرب من عالم اتحط فيه غصب عنه. مين عارف؟ يمكن يطلع حظه زين ويحس انه سعيد بعد ما يمسح تاريخه كله. صعب. صدقني صعب قوي. أصعب حاجة على البني آدم إنه يعرف كل اللي حواليه، الشمس، السماء، القمر، الفرش، ما يعرف شو نفسه. صعب. ما تعرفش الكام يوم اللي عدوا عليه عدوا كيف قبل ما يجي عمامي عشان ياخدوني. عمامك؟ ايه. عمها برازق وابو السيف. مرت عمي اللي ما سالتهاش عن اسمها. ايوه عمامك. طول ما انا جاي وياهم في الطريق قعدت اتحدث عشان اعرف اي حاجه منهم عن مصطفى. ما فهمتش منهم حاجة، بس لما قعدت معاك حسيت إن إحنا يمكن كنا قريبين وممكن أنت تقول لي أي حاجة مصطفى ثابت دي. أنت مش بتقول إن إحنا كنا أصحاب؟ وإن جيت للحق أصل العربوية عيلة كبيرة ما تتعدش، وأنا ما كنتش أعرفك زين. لا لا بس كنا أصحاب. أصل أنا في الحقيقة بعتبر كل العربوية أصحابي. مالك يا مصطفى؟ تعبان ولا إيه؟ وجع شديد في راسي. طب هو مش الدكتور كاتب لك دواء في الحالة دي؟ ايوه بس عم عبد الرازق خدوا احنا في المستشفى. دقيقة واحدة ويكون عندك. أستاذ حاسس بإيه؟ ماي إيه اللي حصل وخلاك توجع من طولك؟ مش عارف، مرة واحدة لقيت نفسي الدنيا بتلف بي وقعت على الأرض. طب الحكاية دي أول مرة تحصل لك؟ مش عارف. نعم؟ مش فاكر. أنت محتاج مية بسكر. أظن هنا في شاي وسكر عشان الضيوف. دقيقة واحدة لما أشوف. متشكرين يا